محمود معروف، برحب بحضرتك معانا وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا أستاذة دينا. يعني كابتن محمود سعيدة جدا بوجود حضرتك معانا النهاردة، واحنا في شهر رمضان المبارك. الأول هسيبك تهني المشاهدين بشهر رمضان، وبعد كده بقى ندخل في الجد. يعني طبعا كل سنة وانت طيبة، والسادة المشاهدين طبعا طيبين وبخير. أنا بس عايز أعلق على المقدمة الجميلة اللي أنت قلتيها دي وبتاع. أولا أنا لما بدخل النادي الأهلي بأقابل بحفاوة لا أجدها في نادي الزمالك اللي أنا كنت عضو مجلس إدارة فيه دورتين. أصدقائي وحبايبي في النادي الأهلي أكتر منهم في نادي الزمالك، بل هذا الكلام على الهوى يعني ودون أدنى حرج يعني. فكل سنة وأنت طيبة، وبناتك كويسين، وزوجك العزيز طيب، وكل الأمة العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية كلها بخير. وحضرتك دايما بالصحة والسلامة. طيب نبدأ حديثنا بالرياضة طبعا، لأنها أعتقد أنها بتحتل الاهتمام الأول عند حضرتك. يعني تقييمك للدوري المصري دلوقتي، ورأيك إيه بقى في النادي الأهلي بعد هزيمته أمام المصري؟ هل ده بيدي فرصة لناديك الزمالك إن هو يعني فرصة ذهبية لنادي الزمالك؟ نادية إيه يعني؟ أنا كنت ورثته عن أبويا الله يرحمه. شوف أقول لك على حاجة، يعني أولا أحسن الفرق في العالم بتتغلب. ريال مدريد اتغلب، برشلونة اتغلب، بايرن ميونخ اتغلب، ما في المنتخبات بتتغلب. فالنادي الاهلي لما اتغلب من النادي المصري يعني ليست نهايه الكون. لا طبعا مش نهايه النادي الكون. طبعا النادي المصري بحييه جدا وسعيد بالشكل الحلو، الاداء الحلو، احتلالهم المركز الثالث، لان بورسعيد دي بلد بصراحه غاليه عليا جدا جدا جدا، وبهتز قوي لما بسمع حبيبتي اللي ساكنه هنا جنبيك هنا في قدام حديقه الحيوان الفنانه العظيمه شاديه، وهي بتقول امانه عليك امانه يا مسافر بورسعيد، امانه عليك امانه لا تبوس لكل ايد حربت في بورسعيد. فانا فرحان ان بورسعيد فرحانه، واما بورسعيد تفرح في مباراه يعني، لان البورسعيديه تعبوا كتير قوي بجد، نفرحهم بماتش كوره صحيح. يعني لا هياخدوا دوري ولا هينزلوا ان شاء الله. فيعني نتيجه مباراه ارجو الا تؤثر ابدا على مكانه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. يعني بيدي طعم للمنافسه، ادى الطعم فعلا للدوري كمان والحياه الرياضيه. انا بقول لك، انا بقول لك الزمالك اللي ضيع الزمالك النادي اللي البلد كلها بتحب الزمالك، اسماعيليه. اسماعيليه او النادي الاسماعيلي غلب الزمالك مرتين في شهر واحد، ادي ست نقاط الفرق بين الاهلي والزمالك. الاهلي متفوق بفارق 5 نقاط، يعني لو الزمالك غلب الاسماعيلي الماتشين كان بقى هو اول الدوري دلوقتي. فلا ذنب طبعا للمصري في هذا يعني، لكن طبعا دي ادت المباراه، ادت البطوله قيمه وطعم، لان الاهلي عنده اتحاد وعنده الاسماعيلي وعنده الزمالك. صح. فيعني لكن طبعا 5 نقاط مش حاجه، هينه برضه يا استاذه دينا، يعني برضه بتدي بريوريتي، بتدي اولويه للنادي الاهلي، فرصته اكبر للفوز بالدوري برغم اللي انت والمقدمه اللي قلتيها عني والزمالك ومش الزمالك. لكن خلينا واقعيين، الاهلي ما هوش نادي اي كلام. لا طبعا، لا مين قال كده؟ بطل. هي ادت حلاوه للدوري. السنه اللي فاتت كانت السنه الذهبيه للنادي الزمالك، تمام، دوري وكاس. كان احساسك ايه يعني بنادي الزمالك وهو في قمه تالقه؟ وهل كنت متوقع بالتغييرات وبرئيس نادي الزمالك وبالاحداث اللي بتجري في نادي الزمالك، ومش بتجري بس في نادي الزمالك، في مصر كلها الفتره اللي فاتت، كنت تتوقع ان الزمالك يجي له يوم وياخد دوري وكاس مع بعض؟ الزمالك طول عمره عنده احسن لعيبه في مصر حقيقي، مجموعات كتير او اجيال واجيال واجيال. مشكلته نادي الزمالك في السنوات الماضيه كانت مشاكل اداريه بالدرجه الاولى، مشاكله كان الصراعات الداخليه في النادي. فلما حصل استقرار مع المدرب الاجنبي فيريرا، وده كان راجل من احسن المدربين اللي جم يمكن في تاريخ مصر، ومع مجموعة اللاعبين الموهوبين، الزمالك السنة اللي فاتت ضم 11 لعيب من أندية الأخرى، لعيبة ممتازين
ايمن حفني، على باسم مرسي، على محمود كهربا، على مش بقى نادي الاحلام، يعني على علي جبر، على 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 كان مجموعه كويسه جدا جدا. الى جانب انه جاب حارس مرمى اسمه محمود جنش، انا في رايي ان هذا الحارس من احسن حراس المرمى في مصر. يمكن الوضع اختلف برضه، الاهلي السنه اللي فاتت كان في بعض الخلل، كان في بعض الاصابات، كان في لعيبه مشوا من النادي الاهلي، لكنه برضه بسرعه كبيره جدا لانه نادي كبير قدر يجمع الشمل تاني ويدخل وينافس، ومن اول الموسم وهو متصدر الدوري بغض النظر بقى عن الزمالك اتغلب من الاسماعيلي مرتين، لكن طبعا النادي الاهلي النادي الاهلي طبعا. إيه لما بتشوف مباراه استاذ محمود وفيها جمهور، المباريات يعني صحيح قليله قوي اللي بيبقى فيها جمهور دلوقتي، تفتكر ليه لغايه دلوقتي مش قادرين نرجع الجمهور للاستاد، للكوره، لتشجيع فريقه المفضل، لتشجيع اللعيبه بطريقه سويه؟ ليه مش ناجحين في كده؟ احنا اخونا وزميلك وزميلي وصديقي اسامه كمال عمل حوار مع الرئيس السيسي، وذكاء من اسامه انه المح لهذا المنح مع الرئيس السيسي، قال له يا سياده الرئيس متى تعود الجماهير لمدرجات كره القدم؟ الرئيس قال له بص انا مع الناس وعايز الجمهور يرجع، انا مع الناس، بس من ناحيه ثانيه عايز الالتراس اللي هو الجماهير المشجعين يبقوا هم عليهم الدور الاكبر ان هم ينظموا هذه العمليه. فدي كانت اشاره من الرئيس لوزير الشباب والرياضه خالد عبد العزيز، خالد عبد العزيز التقط هذا الخيط وفتح الابواب في مباراه مصر وهولندا على اساس انهم منتخب الشباب. وقال الوزير ثاني يوم، الوزير خالد عبد العزيز قال ستقام مباراه الزمالك ومباراة الأهلي في بطولة الأندية الأفريقية 28 و29 يونيو الجاري في استاد القاهرة وبالجمهور. فدي بتصور إن شاء الله هتكون البداية، وإحنا جمهورنا محترم جدا أوي. طيب جدا والله العظيم ما في أحلى من الجمهور. الرياضة ليها سحر.